السلام عليكم. الأشخاص القديمين اللي موجودين عندنا في سناب شات قبل 6 شهور يتذكرون إن كنا نسوي عروض للبرامج، البرامج اللي يكون عليها السيلز اللي كانت مثلا عليه خصم، والبرامج اللي كانت بفلوس صارت مجانا. فمن زمان ما سويت لكم دي العروض، ممكن قبل 4 شهور وقفت. فنرجع معاكم الحين، نبدأ معاكم الفيديو هذا، راح يكون في سناب شات نفس الفيديوهات اللي كانت من قبل، لكن نفس الفيديو هذا راح ارفعه في اليوتيوب، فممكن تشوفونه الحين في اليوتيوب انت او في سناب شات ما ادري، لكن في اليوتيوب راح يكون روابط البرامج بالتسلسل يكونون تحت في الوصف. سناب شات لازم انت تشوف اسم البرنامج وتحمله. اوكي، فخلونا نبدا. اول حاجه، هذه لعبه كانت قيمتها ب $5، الحين عليها خصم 99 سنت. هذا اسم اللعبه. ثاني حاجه برضو، هذه لعبه كان عليها خصم، او كانت قيمتها $5، الان خصم عليها. الاشخاص اللي يحبون ذي الالعاب ما ادري ليش $5، لكن كانت $5 والحين عليها خصم صارت 99 سنت. هذا اسم اللعبه. وهذه لعبه كانت قيمتها $5، الحين عليها خصم $2. هذا اسم اللعبه، لعبه الحرب والاشياء دي. مثل ما اشوف الاشخاص اللي يحبون ذي اللعبه. طبعا انا عارف بعض الاشخاص يبون على طول نتكلم عن البرامج المجانيه، لكن حبه حبه لازم نبدا بالبرامج اللي عليها خصم، نكمل معاكم نروح نوصل حق البرامج المجانيه او الالعاب والبرامج المجانيه. وهذه برضو عليها خصم بسبب بلاك فرايدي، كان قيمتها $5 الحين $3 او $6 يعتبر، يعني عليها 5% اللي هي 5% الحين خصم. لعبه فيها الغاز، ما ادري اللي بيشتري لعبة علشان يتوهق هذه اللعبة. وهذا اسم اللعبة. اللي يحبون ألعاب البيسبول، اللعبة قيمتها $4 راح عليها خصم 99 سنت. هذه هي. وهذا اسم اللعبة. طبعا الألعاب اللي وريتميها راح نسوي لكم أو مستعرضها لكم على الآيباد، لكن تشتغل على الآيفون برضو. كان هنا مخلي لكم استعراض على الآيباد عشان الشاشة أكبر بس، ولا كان أقدر أسويه لكم في الآيفون. المعلومية، اللعبة أتوقع لعبة قوية، يعني مثل ما أشوف فيه في الآيفون برضو، وحجم اللعبة مثل ما أشوف 2.7 جيجا، فحجمها كبير. هذه اللعبة برضو عليها خصم، كانت $2 الآن $1. فأشخاص اللي يحبون ذي النوع من الألعاب، هذا اسم اللعبة. هذه اللعبة اليونيتي 404، كان قيمتها $3 الحين عليها خصم في وقت عمل الفيديو، فممكن في اليوتيوب تشوفها متأخر بعدها بثلاث أيام أربع أيام راح ترجع قيمتها أعلى ولا شيء. فأنا أتكلم لكم عن وقت عمل الفيديو، لأن العروض تتغير بالساعات، يعني يمكن إذا شفت الفيديو هذا بعدها بساعة وساعتين يمكن يرجع قيمتها ويتغير قيمتها. هذه اللعبة عليها خصم $1، كانت $3 الحين $2 مثل ما نشوف. ما ادري من اللي يحب نوع هذا من الالعاب، لكن هذه لعبه، هذا اسم اللعبه. هذه اللعبه برضو الاشخاص اللي يحبون ذا النوع من الالعاب، قيمتها $3 الان عليه خصم صارت $2، خصم $1. حجم اللعبه تقريبا 1 جيجا. وهذا اسم اللعبه. هذه اللعبة كانت قيمتها $5 الآن $1 أو 99 سنت. لعبة خفيفة تقريبا، لكن مثل ما أشوف حجم اللعبة صغير برضو، تقريبا 150 ميجا. فهذه اللعبة، وهذا اسم اللعبة. هذه اللعبة قيمتها كان $6 راح عليه خصم $1. مثل ما نشوف اللعبة كيف الغاز مع الغاز والأشياء دي. حجم اللعبة 755 ميجا. وهذا اسم اللعبة. لعبة قيمتها $3 الحين عليها خصم $1، صارت $2 الحين. مثل ما شوف اتوقع اللعبة حلوة للأطفال، في لها كذا فيديو مثل ما نشوف. فهذا اسم اللعبة. وهذه اللعبة كان قيمتها $3 الحين عليها خصم وصارت $1 مثل ما نشوف.
هذا اسم اللعبة. هذا برنامج كان قيمته $3 الآن خصم أو صار فري يعني. تحذف الباك جراوند الخلفية حقتك، صورت شخص تشيل الخلفية مثل ما نشوف، تصير تقريبا جيف الصورة نفس الطريقة. طبعا باين عندكم هنا بعض الأخطاء تكون مثل ما نشوف طيرت رأس الشخص مع حذف الخلفية، لكن ليش ما تجربها يعني مجانا. فهذا اسم البرنامج. هنا برنامج كان قيمة $1 والآن خصم عليه أو صار فري برضو، مثل ما شوف تصور وتجمع الصور عندك بنفس الطريقة. فهذا اسم البرنامج. هذه لعبة سيارات كان قيمتها $2 الآن فري، مثل ما نشوف ما بحط شيء أصلا حق اللعبة، حط بس الصور السيارات، لكن هذا اسم اللعبة مجانا تقدر تحملها وتلعبها. نفس اللعبة اللي قبل كانت سيارات، توقع هذه مثل ما نشوف دراجة نارية قيمتها $2 الآن فري مجانا. فبعض الألعاب يعني إذا كانت فري ما تبي تلعبها عادي حملها واحذفها، تكون حسابك مجانا حتى لو ترجع بفلوس بعدين، فيكون عرض حملها واحذف اللعبة عادي. هنا ما نشوف برنامج كان قيمته $1 الحين مجاني، مثل ما نشوف الحركات اللي تقدر تسويها على الصورة تأثيرات. هذا اسم البرنامج. هذا برنامج كويس للمصورين، تأثيرات سينمائية يحط لك، تقدر تحمله على الايباد او الايفون، تعديلات مثل ما نشوف. فالبرنامج مجاني لفترة. هذا اسم البرنامج، مثل ما قلت لكم موجود على الايفون برضو مش بس الايباد. ايش قلت هذا؟ برضو موجود على الايفون. برنامج انا حملت على طول، برنامج قيمته $5 الحين مجاني للفوكس والتعديل والاشياء مع الاشخاص اللي يحبون تعديل الصور، فراح يكون ممتاز. هذا اسم البرنامج. برنامج للرسامين، الأشخاص اللي ما أقدر أقول شيء مثل ما تشوفون، لكن رسمة كيف مسويها مدى شو كيف. قيمتها $12 الآن عليه خصم، صارت قيمتها $8 مثل ما نشوف. هذا اسم البرنامج. طبعا البرنامج هذا للآيباد موجود، أتوقع راح حد يرسم دي الرسمات على الآيفون. وهذا برنامج ثاني للرسم قيمته $13 الآن عليه خصم $7 صار، مثل ما نشوف شو الأشياء اللي موجودة فيه. التولز يعتبر كأنه فوتوشوب يعني بالخيارات الموجودة هنا فيه، مثل ما نشوف. هو مش على البرنامج، على الشخص اللي راح يرسم دي الصور. هذا اسم البرنامج. والخصم على بلاك فريدي مثل ما نشوف 50%. هذا برنامج تتبع مشترياتك او تشوف البادجت حقته وكم الاشياء اللي تخسر، يعني تبي تعرف فلوسك وين تروح. فقيمة البرنامج $4 هذا بتروح فلوسك من على طول، وسوى لك خصم عليه سوى لك $1، فتحط مثل ما نشوف كافي بكم شريت اشياء كلها، وتسوي لك تراكنج في ويدجتس برضو لحق كل مشترياتك والاشياء اللي خسرتها وين فلوسك راحت. هذا برنامج اسمه، وهذا سعر البرنامج. هذا البرنامج او هذا الكالكوليتر برنامج يعني كان قيمته $6 الحين خصم حق الثانكس جيفينج مكتوب $50، ف 50% كان بستة الحين $3 على حاسبة، لكن شوي فيها اشياء ثانية او برو تعتبر على الحاسبة، فيها برضو جراف مثل ما نشوف بس مكتوب بيسك، ما ادري شو يعني اكس واي اكسس بس فيها، ما اتوقع ان فيها 3 دايمنشن. لكن اشخاص اللي يبون حق الدراسه تحويل العملات، تحويل مثل ما نشوف الكالوريز والاشياء الثانيه موجوده فيها. فهذا اسم البرنامج وهذه قيمتها. لعبه كانت قيمتها $4 الان عليه خصم صارت $2 مثل ما نشوف. شخص يحاول يعيش، ما ادري تبني البيت تسوي الأشياء
تبني شجر، ما ادري تسوي او تزرع شجر، عندك المهمات وكل شيء. فالاشخاص اللي يحبون ذي النوع من الالعاب هذا اسم اللعبه. عندنا البرنامج كانت قيمته $8، كاتب هنا الخصم عليه لايف تايم، اتوقع في شراء داخله او شيء 40% خصم، لكن هو كان قيمته $8 الان فري هنا برا يعني حملته. لكن هنا تقدر تكتب وتسوي زي النت بوك عندك، لكن كتاب بالرسم بالقلم مثل ما نشوف. تقدر ترتب الاشياء اللي عندك هنا، ملفات تقدر تسوي لسينج على الدروب بوكس ولا ايفر نوت ولا الاي كلاود ولا الوكل على نفس الايباد حقك، تخلي للدراسه تخلي للعب كيفك انت. فهذا اسم برنامج وفري. وهذه لعبه بالاي ار درايفنج مثل ما نشوف، بالكاميرا تحط لك سياره وتلعب فيها وتمشي في الحقيقه يعني عندك بالكاميرا جهازك بالاي ار. قيمتها تقريبا $3 الان، عليها خصم او صارت مجاني لفتره محدوده. هذا اسم البرنامج، تقدر تخليه مثل ما نشوف طياره عندك، شكل شيء هنا موجود مجاني فتره. هذا اسم البرنامج. اتوقع ان كذا نوقف، ما نبي نطول كثير. هذه اللعبه كانت $6، الحين عليها خصم $1. الاشخاص اللي يحبون دي اللعبه او دي النوع من الالعاب، من الصوره نعرف النوع اللي انا ما احبه. فهذا اسم اللعبه بس. السلام عليكم. بس كذا خلصنا. فاسف بانكم تشوفونه في اليوتيوب الان، انا نزلته قبلها ما ادري متى، الحين نازل في سناب شات. فافضل انكم تشتركون في حسابي في سناب شات، خصوصا حق الاشياء دي. ما في وقت محدد ننزلهم، لكن في سناب شات راح يشوفون العروض بوقتها افضل من اليوتيوب، راح يتاخر. خصوصا اني الحين بنزل الفيديوهات اللي مصورهم سناب شات واقطعهم واركبهم وارفعهم لكم، بياخذ وقت، يمكن العروض تغير قيمتها. ففي نهايه الفيديو لا تنسون اشتراك في القناه واشتراك في حسابي سناب شات مثل ما قلت لكم، واعمل لايك للمقطع ونشر المقطع، ولا تنسون افضل دعاكم. والسلام عليكم.